نقول لهؤلاء: ألا تظنون أنكم ستموتون وتبعثون؟ هؤلاء الإعلاميون، أتظنون الخلود؟ أتظنون عدم الموت؟ أتظنون عدم الوقوف بين يدي الجبار؟ ألا تعلمون أن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا؟ ألا تعلمون ذلك؟ ألا تعلمون بأن كل كلمة تنطقون بها تسجل عليكم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الله كلف ملكين لكل ابن آدم أن يكتب حسناته وسيئاته، فطوبى لعبد رجحت كفة حسناته على سيئاته، ولا خير في عبد ثرثر وتكلم حتى زاد ميزانه من السيئات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقلت موازينه من الأعمال الصالحة، من الأقوال الصالحة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية.